كما ملتقى وسائل التواصل الاجتماعي بين الإبداع والخطر، والذي نظمته رعاية الشباب ممثلة بوكالة الشباب وشركة فنار الخليج. وشهد الملتقى مشاركة ما يقارب 60 فرد ما بين الشباب والشابات على مدار يومين، حيث اليوم الأول خصص للشباب بقيادة الأستاذ خالد الذوادي، واليوم الثاني خصص للشابات بقيادة الكوتشر همزة سعيد. كما أثرى الملتقى حضور مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات على مستوى المنطقة. واستضاف البرنامج في يومه الأول الفنان القدير عبد الرحمن العقل والفنان الشاب هشام الهويش، وفي اليوم الثاني استضاف البرنامج الفنانة المتألقة في الشرقاوي. كما أقيمت جلسات حوارية مع الفنانين لشرح طريقة تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تكريم ضيوف الشرف والإعلاميين والمتدربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. ضيوفنا الأعزاء، حضورنا الكرام، يسعدني الترحيب بكم في ملتقى التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا بين الإبداع والخطر، والتي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب متمثلة في وكالة الشباب بالتعاون مع شركة فنار الخليج كجهة استشارية لهذا الملتقى. أحب أقدم لكم الأستاذ أحمد الدوسري الممثل الرسمي لشركة فنار الخليج لإلقاء كلمة ترحيبية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا، مشاركينا الأعزاء، بداية أود أن أشكر لكم اهتمامكم ومشاركتكم لنا في ملتقنا هذا، والذي تم بفضل الله وتوفيقه عقده كجزء من مبادرات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في وكالة الشباب، التي تستهدف توعية الشباب وتطويرهم. وإن فنار الخليج ساهمت كجهة استشارية في عقد هذا الملتقى، الذي تم وضع محاوره على أساس وهدف توعوي. الرئاسة العامة لرعاية الشباب الأستاذ عبد العزيز البتال مدير الأنشطة الشبابية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، ونحن في هذا الملتقى، ملتقى وسائل التواصل الاجتماعي بين الإبداع والخطر، والذي تنفذه شركة الفنار بالتعاون مع وكالة شؤون الشباب ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية، والتي تستهدف شباب المملكة العربية السعودية وشباب الخليج والشباب العربي المسلم لتوعيته بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي. ولعلنا نلاحظ في عنوان الملتقى، وهو ملتقى وسائل التواصل الاجتماعي بين الإبداع والخطر، فقدم الإبداع بما فيه من إبداع حقيقة في هذا المسمى، ولما في وسائل التواصل الاجتماعي من إبداع ليتعاطاها الشباب ويتعامل معها بكل تقنية وحرفية، وتقديم ما يفيدهم ويفيد مجتمعهم، وتفادي في نفس الوقت كل المخاطر والانزلاقات التي تحدث بسبب هذه التكنولوجيا التي أصبحت بين يدي الكل. احنا اول نكتب في تويتر كلام، نكتب اي كلام، نكتب عبارة عن كلمات مفتاحية، فهذول طبعا الجماعات المنظمات الارهابية هذول شو يسوون؟ ينتقون بعض الكلمات مفتاحية ويجمعون معلومات، يشوفون هذول الناس اللي قاعدين يتكلمون عن موضوع تجمعي، مثل اعمار الفئة الصغيرة، خلينا نتكلم عن الفئات الصغيرة من 18 16 20 سنة، تلقى بعضهم يتكلمون عن العاب، فيقومون يسوون العاب معينه جيمز
زين ويصلونها كلينكات. العب اللعبة هذه، نزل اللعبة هذه على مثلا الجوجل، اللعبة هذه فتنزل اللعبة، فاللعبة هذه فيها برامج خصوصا أجهزة سامسونج. طبعا الآيفون شوية حذرين في المجال هذا، لكن سامسونج لا، يعني سامسونج ممكن تنزل الألعاب زين وفيها فيروسات داخلها، تعرف مكانك، تعرف تسجل ممكن صوتك، تسوي أشياء كثيرة. مشاهدي شبكة الفارس الإعلامية، نستضيف في هذه اللحظات في مهرجان أو ملتقى التواصل الاجتماعي بين الإبداع والخطر أحد الشخصيات التي طالما تابعناها، طالما ابتسمنا خلف الشاشات، يقف يجلس بجانبي الآن الفنان الكبير عبد الرحمن العقل أبو خالد. نرحب فيك عبر ظهورك عبر شبكة الفارس الإعلامية. مشكورين، أنا اللي سعيد بوجودي معاكم من خلال هذا التواصل الجميل ما بيني وبينكم من خلال شبكة التواصل مع الفارس. لا يسعني أن أتقدم جزيل الشكر اللي استضافتنا فنار والأخوة الموجودين على أني التقيت بهذا المجموعة الجميلة من الشباب، لأن فعلا هذا الموضوع جدا مهم وياخذ صدى جدا جميل، والحياة كلها أصبحت هالشكل، كلها تواصل اجتماعي سواء كان عن طريق أي حساب من الحسابات، سواء كان اسمه الانستغرام أو السناب شات أو الفيسبوك أو غيره من الأشياء الأخرى هذه. والحمد لله أخذ صدى جميل، وهذا اللي أنتم شايفينه خلفي ما شاء الله، فنانين معنا كبار، زملاء إعلاميين، تلفزيونات، الحمد لله. لو ما له أهمية لكان ولا كان ما وصلنا لهذه النتيجة، وإن شاء الله ما تكون هذه زيارة الأخيرة، تكون أكثر من زيارة. جلسة جميلة حلوة، تقديم جميل، قاعدة تخوف، لأن أنا قاعد بين ما شاء الله إنجاز لي التعبير أقول إن بين علماء التواصل الاجتماعي، وهذا شيء جميل إن يكون عندنا لقاء بأفكار شبابية جميلة نستفيد منها، وإن شاء الله تستفيدون مني شيء بسيط ولن يعود جدا. أبو خالد، مسرحية أبطال السلاحف اللي أعادت عرضها كانت خطوة جريئة طبعا، وممكن بعض الناس قالوا كيف تعاد، ممكن يكون الإعادة، حتى الفنانين قالوا تخوفوا من هذه الخطوة، لكن خطوة جريئة أبو خالد وخذت صدى نجاح مرة أخرى، لأني كنت واثق منها. يعني بعد الله طبعا بعد النجاة من الله سبحانه وتعالى، إن الله وفقنا في المسرحية، لأني كنت واثق، لأن إحنا مربين أجيال أيام المسرحية هذا، وقايل أنا واثق أن الكبار عندهم عيال يجيبون عيالهم، وعارف صدى المسرحية، وعارف قوة المسرحية، وعارف إمكانياتها، وعارف أبعادها، شنو اللي فيها واللي ما فيها، وطنية، تربوية، دينية، إنسانية، كوميدية، استعراض، غناء، كل شيء فيها حلو، كل شيء فيها حلو، فكيف ما تنجح؟ على الأقل النجاح السابق يشيل النجاح الموجود ده، ولله الحمد من رمضان ليومك الحمد لله كل عروضنا فيه. السناب شات هذا قوي الآن، يمكن الجمهور والناس أنتوا أدرين بالشيء هذا، السناب شات اللي هو الآن يوصل لأنحاء العالم، جميع أنحاء، أكثر حتى من الانستغرام، الانستغرام مفتوح هو، لأن يكون السناب شات هو خطر إلى أبعد الحدود، لكن شو تقدم، شو تسوي، لكن مو كذا حاطي مجهود تجاري ما تحط أكل اللي تحط إيش تأكل وما تأكل، أنا هذا شيء بذني. تعامل كل سؤال جدًا راح أتكلم فيه، موضوع هذا جدًا بالنسبة لي كهذا ما أحب، خصوصًا العنصر النسائي يتعامل فيه إيش تأكل إيش تشرب وتروح وتيجي تطيب ولدها تطيب ولدها تحجم الحلم، وهذه خصوصًا في السناب شات جدًا خطر. إذن هنا عبر شبكة الفارس الإعلامية في ملتقى التواصل الاجتماعي ما بين الإبداع والخطر، أستضيف بهذه اللحظات شخصية جميلة ومبدعة، نعم، من الشخصيات الإنستغرامية، نعم، السناب، شخصية تجمع بين عدة مواهب، التقديم، التمثيل، الغناء. تقديم الغناء وقف. نترك له كلمة، نرحب فيه عبر ظهوره عبر شبكة الفارس، أكيد. يعتبر دعم ظهورك معنا. الله يعطيكم العافية أولا، ثانيا شكرا لاستضافتي، ثالثا يعني حبينا نمزح شوي، اللقاء الحمد لله كان جيد وممتاز، وشكرا لشبكتكم أنها غطت، وهذا مو غريب عليكم، الله يعطيكم العافية تغطون الأماكن، وأنتم متخصصين بالشرقية أعتقد أكثر، أي فهذا شيء طيب. ويعجبني الآن الشبكات الخاصة بالسوشيال اللي تطلع تغطي أخبار السوشيال، واللي ميز اليوم انه احنا كنا نتكلم عن السوشيال اصلا في الملتقى، فالله يعطيكم العافيه وشكرا لكم. قد مره حصل وجاتك رسائل غير مرغوبه؟
تجي كثير. وغالبا بنلاحظ انه لو تكلمنا على تويتر مثلا نلاحظ الجو السلبي فيه عالي، خصوصا لما انت تعطي وجهه نظرك في نقطه معينه. ليش؟ لانه المتلقي ما يشوف تعابير وجهك وانت تتكلم، ما يشوفك وانت تشرح، يشوف كلام مكتوب، فممكن انه يفهمه غلط او يفهم وجهه نظرك غلط، فرده فعله تكون مختلفه. الانستغرام نفس الشيء، فيديو بسيط ينعاد كل شوي، لكن السناب شات لا، الجو السلبي فيه اقل، لانه المتلقي جالس يشوفك صوت وصوره، واصلوا احاسيسك وتعابيرك وفكرك. بلهش عندي تعليق على سنابه جميله جدا كانت لك، تكلمت عن سنابه ان اللي دمه ثقيل هو اللي ينجح. ما شاء الله انت دمك عسل وما شاء الله، علمنا ايش السر. لا في ما شاء الله اللي هو ايش، شيء خاص، عرفت شلون؟ ناس كذا على جنب، انا منهم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه والهيش، تشرفنا بحضورك. شكرا لك، الله يخليك، ومره ثانيه في امان. علي بن قاسم السابق. كما تم تكريم بطل العالم في الكونغ فو الدكتور علي العتيق الدوسري لكونه من ابناء المنطقه وله انجازات رياضيه خارجيه. تم تكريم شبكة الفارس الإعلامية على تغطيتها للملتقى. تم تكريم الشاب عقيل العلي كموهبة شابة لموهبته في التصوير والإخراج، والتي تم عرض نموذج منها بشكل فيلم قصير في الملتقى.